مساء الخير او صباح الخير، ازيكم يا شباب؟ انا شيماء وهنكمل مع بعض بايوكيمستري وذا جي اي تي سيستم، وهنكمل البي كومبلكس فيتامينز. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا بالبانتوثينيك اسيد اللي هو فيتامين بي 5. فيتامين بي 5 اسمه العلمي بانتوثينيك اسيد، وبانتو باللاتيني معناها everywhere، يبقى بانتوثينيك اسيد هو الفيتامينز اللي موجود في كل الاكل او في معظم الاكل. يبقى الفيتامين ده موجود في معظم الاكل اللي انا باكله من اسمه، فبالتالي الديفيشنسي بتاعته هيبقى رير جدا ان هو يحصل. ليه؟ لانه موجود في معظم الاكل. الحاجات اللي مطلوب مني اعرفها عنه، والله مطلوب مني اعرف الكيمستري بتركب من ايه، مطلوب مني اعرف الفانكشن وظيفه بتاعته ايه، مطلوب مني اعرف الديفيشنسي لو نقص ايه اللي هيحصل. الكيمستري بتاعته بيتكون من جزئين، جزء امينو اسيد بارت اللي هو البيتا الانين بارت، وجزء تاني بنتويك اسيد بارت. يبقى جزء بنتويك اسيد لازق فيه امينو اسيد اللي هو بيتا الانين، يبقى ده تركيب مين؟ ده تركيب البنتوثينيك اسيد. بيتا الانين يعني ذره الكربون بيتا موجود فيها مجموعه الامينو جروب. يعني لو لفت نظر حد، نيجي بقى للفانكشن. قال لك ان فيتامين بي 5 ده علشان يشتغل ما ينفعش يشتغل في الجسم كده زي ما هو كبانتوثينيك اسيد، لا لازم يمر بخطوه اكتيفيشن علشان يبقى اكتيف. لو هو اكتيف فورم اوف فيتامين بي 5 ده بيدخل في تركيب ايه؟ بيدخل في تركيب حاجتين مهمين جدا ومشهورين عندنا جدا في البايوكيمستري. عارفين الكو انزيم ايه، مساعد الانزيم الف اللي دايما كنا نسمع عنه، اللي هو دايما لما بيمسك فيه الاسيتايل بيبقى اسيتايل كو ايه، اللي بيدخل في رياكشنات يامه جدا جدا في الميتابوليزم بتاعنا، وكمان بيدخل فيه الاسايل كارير بروتين. فاكرين الاسايل كارير بروتين ده كنا خدناه فين؟ مش ده اللي خدناه في الفاتي اسيد سينثيز، تصنيع الفاتي اسيد؟ ايوه. يبقى دلوقتي الاكتيف فورم اوف بانتوثينيك اسيد بتدخل في تركيب المركبين دول. يعني كده نقدر نقول من الاخر ان البانتوثينيك اسيد مهم في الفاتي اسيد ميتابوليزم. طب ايه هي الاكتيف فورم اوف بانتوثينيك اسيد؟ ادي الاكتيف فورم اوف فيتامين بي 5 بتتركب من ايه؟ والله بتتركب من، مش احنا اتفقنا ان دول كده على بعضهم اسمهم ايه؟ دول اسمهم بانتوثينيك اسيد اللي هي البيتا الانين مع البنتويك اسيد، دول اسمهم ايه؟ بانتوثينيك اسيد. هحط له فوسفيت هيبقى اسمه ايه؟ ذره الكربون رقم 4، هيبقى اسمه 4 فوسفو بنتوثينيك اسيد. عادي جدا، 4 فوسفو بنتوثينيك اسيد. ال 4 فوسفو بنتوثينيك اسيد ده هو بنتوثينيك اسيد، وحطيت له في ذره الكربون رقم 4 فوسفاتايا، ماشي تمام. بعد كده حطيت عليه جزء تاني اسمه ايه؟ اسمه بيتا ميركابتو ثايو ايثايلامين. بيتا ميركابتو ثايو ايثايلامين هيديني بقى المركب الاخير خالص، وهو 4 فوسفو بنتوثيين. 4 فوسفو بنتوثيين، يبقى ال 4 فوسفو بنتوثيين ده بيتركب من ايه؟ بنتوثينيك اسيد وماسك فيه فوسفاتاي في ذره الكربون رقم 4، زائد مجموعه كده اسمها بيتا ميركابتو ثايو ايثايلامين. هو ده الاكتيف فورم اوف فيتامين بي 5 اللي اسمه 4 فوسفو بنتوثيين. الجزء ده اللي هو 4 فوسفو بنتوثيين بيدخل في تركيب الاسايل كارير بروتين، وكمان بيدخل في تكوين الكو اي او الكو انزيم اي. موضوع الكيمستري، الكيمستري بتاعته يعني مش مهم قوي ليك كدكتور، ولكن للعلم ما بيش انك تكون عارف، بس لازم تبقى عارف ان الثيول جروب دي اللي هي الاس اتش دي، مش دي كده دخلت في تركيب الاسايل كارير بروتين ودخلت في تركيب الكو اي، هي دي بقى اللي بتشتغل الشغل كله. بتعمل ايه؟ دي بتبقى اسايل كارير. يعني ايه اسايل كارير؟ الاسايل يا جماعه هو عباره عن فاتي اسيد شلت منه مجموعه او اتش، طلعت منه مجموعه او اتش. يعني ايه؟ يعني R C O يبقى هو ايه؟ فاتي اسيد طلعت منه ايه؟ طلعت منه او اتش. مش احنا عارفين ان الحمض بيبقى مفروض تركيبه C O O H صح؟ انا شلت ال O H دي كده بقى اللي اتبقيت لي دي، هي دي الاسايل، اسايل جروب او الاسايل راديكال. تمام؟ يبقى مين اللي بيشيل الاسايل راديكال دي؟ اللي بيشيل الاسايل راديكال دي هو
ال اس اتش، ال اس اتش اللي هي ثيول جروب. تاني يا جماعه، الثيول جروب دي ما هتبقى داخله في تركيب مين؟ هتبقى داخله في تركيب الاسايل كارير بروتين، وداخله في تركيب الكو اي اس اتش، يبقى دخلت في تركيبهم هما الاثنين. وظيفتها ايه؟ والله وظيفتها ان هي تشيل الاسايل راديكال. طب ايه هي الاسايل راديكال دي؟ الاسايل راديكال دي عباره عن ار سي او. ار دي بتبقى عدد ذرات كربون معين، يعني ايا كان عدد ذرات الكربون دي. يبقى الاسايل عباره عن ايه؟ هو عباره عن حمض وشلت منه مجموعه الايه؟ فاتي اسيد، شلت منه مجموعه الاتش، فضل لي الاسايل راديكال. تمام؟ مين اللي هتشيلهم؟ اللي هتشيلهم هي الثيول جروب. طب ايه التفاعلات بقى اللي انا محتاج فيها ان انا اشيل الاسايل راديكال؟ قالك زي ايه التفاعلات دي؟ قالك مثلا زي الفاتي اسيد اوكسيديشن. لما اجي اعمل اوكسيديشن للفاتي اسيد بستخدم ايه؟ بستخدم الكو اي اس اتش. وكمان لما اجي اعمل تصنيع لمين؟ للاسايل كارير بروتين اللي انا كنت بستخدمه في الايه؟ في الفاتي اسيد سينثيسيس. كمان محتاج ان انا اشيل الاسايل راديكال دي في تفاعلات الاوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن اوف الفا كيتو اسيد اللي كانت بتطلع طاقه بتاعه البايروفيت. كمان الاسيتايليشن رياكشن. ايه تفاعلات الاسيتايليشن دي؟ اللي انا بضيف الاسيتايل راديكال لحاجه، يعني الاسيتايل راديكال دي بحط عليها حاجه. زي ايه؟ زي مثلا تكوين الاسيتايل كولين. ده اسيتايل راديكال، جزء الاسيتايل بضيف له بيز اسمها كولين، بيبقى اسيتايل كولين. لما بضيف الاسيتايل للكولين اكون اسيتايل كولين، وده بسميه هيد رياكشن. هفهمكم يعني ايه هيد رياكشن دلوقتي. وكمان بكون السيتريك اسيد عن طريق ان انا بضيف الاسيتايل راديكال بتاعه الاسيتايل كو اي، احطها للاوكسالو اسيتيت، وبكده اكون سيتريك اسيد، ودي بسميها تيل رياكشن. هفهمكم يعني ايه تيل ويعني ايه هيد دلوقتي. انا عندي ده الاسيتايل كو اي اهو، شايفين دي؟ دي كربونايل اند، دي اللي بسميها الهيد بتاعه المركب. تمام؟ يبقى دي الكربونايل، دي الهيد بتاعه المركب. لاحظوا كده معايا التفاعل. يبقى دي الهيد، الكربونايل دي الهيد بتاعه المركب، ودي كولين. شوفوا انا هحط الكولين فين بالظبط. ضفت الكولين اهو، ضفتها فين؟ ضفتها من ناحيه الكربونايل اند، من ناحيه الهيد. فده بسميه هيد رياكشن عند الكربونايل ان. تعالوا نبص بقى في التفاعل اللي تحت. انا عندي هنا الاسيتايل كو اي، دي كربونايل ان، وديت ميثايل ان، فيها مجموعه ميثايل. الميثايل دي يا شباب بالنسبه للمركب فهي التيل، الديل بتاع المركب. يعني لما اجي اعمل تفاعل عند الديل بعمله عند الميثايل. تمام؟ يبقى الاسيتايل كو اي هضيف له اوكسالو اسيتات هيطلع لي سيتريت. زي ما انتم شايفين كده، شايفين حطينا المركب اللي هو الاوكسالو اسيتيت حطيناه فين؟ حطيناه عند الميثايل اند، والميثايل اند دي تيل او ديل المركب، فده بسميه تيل رياكشن عند الميثايل اند. يعني باختصار عشان ما توجعوش دماغكم، ان الكربونايل اند ديت هي دي الهيد بتاعه المركب، انا بضيف عندها الكولين. تمام؟ اما هنا الميثايل اند دي بتاعه المركب بتبقى التيل، انا بضيف عليها الاوكسالو اسيتيت فبيعمل لي سيتريت، وده بسميه تيل رياكشن. الحاجات دي مش موضحه جامد في الكتاب، ولكن انا حبيت انكم تعرفوها. بعد ما عرفنا يعني ايه هيد ويعني ايه تيل رياكشن، نيجي لاخر فانكشن بيدخل فيها الفيتامين بي 5، الا وهي الكوليسترول سينثيز. يعني باختصار كده البنتوثينيك اسيد ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه بالفاتي اسيد ميتابوليزم او الليبيد ميتابوليزم بشكل عام. بيدخل في الكوليسترول سينثيز، في الاوكسيديشن دي كاربوكسيليشن اوف الفا كيتو اسيد، في الفاتي اسيد اوكسيديشن، وكمان سينث اسايل كارير بروتين. نيجي بقى للديفيشنسي. زي ما قلت لكم بانتو يعني افري وير، الفيتامين اللي موجود في افري وير، يبقى الديفيشنسي بتاعه هيبقى رير جدا ان هو يحصل، بسبب ان هو ليه وايد سبريد في كل الفود اللي انا باكله يعني. وكمان لو حصل منه ديفيشنسي، يعني لو حصل فالاعراض بتاعته بتكون مش واضحه وبتتشابه مع اعراض نقص باقي الفيتامينات يعني، فبالتالي هو الفيتامين ده نادر ان هو ينقص اصلا. هنا بقى معلومه ليك كدكتور، لان احنا هنا وي ار ميكينج دكتورز، ان البرو فيتامين بي 5
او احنا بنستخدم ماده كده اسمها بنفينول. بنفينول ده لما بحطه على الجلد بيتحول لفيتامين بي 5، فده بس بيعمل ايه؟ بيعمل ترطيب للجلد زي ما قلنا كده، ان هو ليه خصائص، ان هو بيعمل فاتي اسيد سينثيز والكلام ده كله، فليه خصائص مرطبه للجلد، فعلشان كده استخدموا فيتامين بي 5 في ان هم يعملوا كريمات مرطبه للبشره. عندنا في الصيدلية موجود في بنفينول. كمان لو حد فيكم بيفتح يوتيوب اكيد سمع عن بيبا بنفين، برضو ده عبارة عن ديكسا بنسينول، حاجة بتتحول بعد ما تتحط على الجلد بتتحول لفيتامين بي 5 علشان تساعد انها ترطب الجلد وكده، بسبب الخصائص اللي بيتميز بيها فيتامين بي 5. البنفينول ده هو النظير الكحولي اللي بيتحول بعد كده لمين يا شباب؟ بيتحول بعد كده لبي 5. طبعا انا قلت لكم المعلومات دي ليه؟ لانكم دكاترة مش مجرد طلبة، لما تشوفوا حاجة بتعرفوا ليه الشخص ده بيستخدمها. هنتكلم دلوقتي عن الفيتامين بي 6 او اللي اسمه العلمي البيرودوكسين. من اسمه بيريدوكسين، بيريدو دي مش بتفكركم بحاجة؟ بتفكرنا بحاجة اسمها بيريدين رينج. فاكرين البيريدين رينج اللي بتكون عبارة عن حلقة كده وبيكون موجود فيها نيتروجينية؟ هي دي. يبقى كل فيتامين بي 6 او كل الفورمز بتاعة فيتامين بي 6 لازم يكون موجود فيها بيريدين رينج. بيريدين رينج بيقول لي ان انا عندي 3 فورمز من الفيتامين بي 6، يعني في 3 اشكال من الفيتامين بي 6 بيكون موجود عليهم في الطبيعه. ايه هما؟ والله بيبقى موجود في صوره الدهايد اللي هو بيرودوكسال، قال دي علشان في الدهايد جروب، او ان هو يكون بيرودوكسين بيكون في الكحول جروب اللي هي OH. ليه مش بيريدوكسول؟ هما ما سموهش بيريدوكسول، هما سموها بيرودوكسين. ليه بيرودوكسين؟ عشان في الكحول جروب، مش كالعاده يعني، مش زي ما احنا عارفينها اللي هو بيريدوكسول والكلام ده كله، مفيش حاجه اسمها بيريدوكسول. بيريدوكسامين بقى، البيريدوكسامين ده بيكون موجود في ال NH2 مجموعه الامين. يبقى بيريدوكسال في ايه؟ في الدهايد جروب اللي هي COH. بيريدوكسين في الكحول جروب، مش زي ما احنا عارفين اللي هي بنضيف المقطع اقول في الاخر، لا ده اسمه بيرودوكسين. ونيجي البيرودوكسامين بيكون في امين جروب. الثلاثه فورمز دول بيحدثوا في الطبيعه عادي جدا، مش محتاج ان انا اصنعهم، وكمان الثلاثه دول لهم نفس الاكتيفيتي، يعني ما فيش واحد اقوى من الثاني او ما فيش واحد احسن من الثاني، لا الثلاثه لهم سيم اكتيفيتي. الابزوربشن، الفيتامين بي 6 ده بيحصل له امتصاص فين؟ والله بيحصل له امتصاص في الانتستين عادي جدا. ايه هي بقى الاكتيف فورم اوف فيتامين بي 6؟ يعني علشان يشتغل في جسمي يا ترى محتاج خطوه اكتيفيشن، ولا هو هيشتغل كده من غير خطوه اكتيفيشن، ولا لازم اعمل له تنشيط الاول، اضيف له حاجه، انقص منه حاجه؟ قال لك ايوه لازم يضيف له فوسفات علشان يشتغل. طب هضيف له فوسفات عن طريق ايه؟ قال لك ان في انزيم موجود في جسمي في معظم التيشوز اسمه بيرودوكسال كاينيز. بيرودوكسال كاينيز ده بيعمل ايه؟ قال لك ده بيستخدم اي تي بي علشان ياخد منها فوسفات ويضيفها لمين؟ ويضيفها للفيتامين بي 6. طب حلو قوي، يعني الفورم الاكتيف من الفيتامين بي 6 لازم يكون موجود فيها فوسفات. فبيقول لك ان البيرودوكسال فوسفات والبيرودوكسامين فوسفات دول اكتيف از كو انزيم، يعني بيشتغلوا ككو انزيم بيساعدوا الانزيم في التفاعل بتاعه علشان يقوم بالتفاعل اسرع وافضل. بصوا هو انا هنا يا شباب عاوز اعرفكم ان الثلاثه فورمز اوف فيتامين بي 6 مش منفصلين عن بعض، يعني مش كل واحد بيحصل لوحده، لا ده الثلاثه بيجوا من مركب واحد او بيجوا من حاجه واحده. يعني انا عندي البيرودوكسين ده اللي بسميه فيتامين بي 6، لو شلت منه اتشيتين هطلع البيرودوكسال او البيرودوكسال الدهايد اللي هو ده اللي فيه مجموعه الدهايد، ماشي. بالبيرودوكسال كاينيز هحط له ايه؟ هحط له فوسفاتاية، هيبقى اسمه بيرودوكسال فوسفيت، والبيرودوكسال فوسفيت ده هو اللي بيشتغل از ايه؟ از كو انزيم في التفاعلات بتاعتي. البيرودوكسال فوسفيت لو انا حطيت له مجموعه امين جروب هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه بيرودوكسامين فوسفيت. فهمتوا؟ يعني البيرودوكسال فوسفيت والبيرودوكسامين فوسفيت الاثنين دول جايين منين من البدايه اصلا؟ الاثنين دول جايين من البدايه من البيرودوكسين، تمام؟ يعني الثلاثه مش منفصلين عن بعض، الثلاثه مرتبطين ببعض. بيرودوكسين اداني بيرودوكسال،
اداني بيرودوكسال فوسفيت اداني بيرودوكسامين فوسفيت، والاثنين دول هما اللي هيشتغلوا از اكو انزيم في التفاعلات اللي احنا هنقولها الجايه دي. البيرودوكسال فوسفيت بقى يا شباب بستخدمه في تفاعلات ايه؟ اول تفاعل عندي وهو الترانس امينيشن رياكشن. فاكرين التفاعلات اللي احنا خدناها في البروتين ميتابوليزم اللي كنت بنقل بيها الامين جروب؟ مين بقى اللي كان امين جروب كارير، اللي كان بينقل الامين جروب؟ هو مين؟ هو الفيتامين بي 6 او البي ال بي، هتلاقيه دايما في معظم تفاعلات الترانس امينيشن رياكشن. علشان كده بيقولك ان مع البروتين انتيك لما يزيد لازم يزيد الانتيك بتاع الفيتامين بي 6 لان الامينو اسيد ميتابوليزم معتمد عليه. تاني حاجه وهي النون اوكسيداتيف دي امينيشن اوف امينو اسيد. مش احنا عارفين ان عندنا هيدروكسي كونتيننج امينو اسيد اللي هم السيرين والسيريونين، دول فيهم هيدروكسيل جروب، مش بينفعوا بالترانس امينيشن او الدي امينيشن العاديه، لا لازم يحصل لهم نون اوكسيداتيف دي امينيشن بانزيمات اسمها دي هيدروتيزيس. انا عندي السيرين بانزيم اسمه سيرين دي هيدروتيز. السيرين ده لازم علشان يشتغل لازم يحتاج بيرودوكسال فوسفيت از اكو انزيم بيساعده. اللي بيحصل في التفاعل ده ان انا بحول الامين جروب بحولها ل NH3 عن طريق ان انا بستخدم انزيم اسمه ايه؟ اسمه السيرين دي هيدروتيز واطلعها من الامينو اسيد، بعمل دي امينيشن ليه ولكن مش بالدي امينيشن العاديه. تالت حاجه بيدخل فيها البيرودوكسال فوسفيت از كو انزيم هي تفاعلات الديكربوكسيليشن رياكشن. تفاعلات الديكربوكسيليشن رياكشن اللي انا بطلع فيها السي او 2، ودي من اهم التفاعلات اللي بيدخل فيها البيرودوكسال فوسفيت. هنشوف كده زي ايه تفاعلات الديكربوكسيليشن. هي اكتر تفاعلات انا بقدر اصنع منها النيورو ترانسميتر، النواقل العصبية اللي بقدر انقل بيها الاشارات العصبية ما بين النيرفس وبعضها، تمام؟ يعني مهمة للنيرفس سيستم. زي ايه؟ عارفين المركب ده اسمه 5 هيدروكسي تريبتوفان، بعمل له ديكربوكسيليشن بالديكربوكسيليز انزيم، بطلع منه السي او 2، بستخدم البي ال بي از كو انزيم، هيطلع لي 5 هيدروكسي تريبتامين. عارفين ده مين؟ ده اسمه السيروتونين اللي بيسموه هرمون السعاده. ده نيورو ترانسميتر في البرين مسؤول عن انه يحسن لي المود والمزاج بتاعي. تاني حاجه الهيستيدين. الهيستيدين ده عباره عن امينو اسيد، لما اعمله ديكربوكسيليشن اطلع منه السي او 2، برضه بستخدم البي ال بي از كو انزيم، بيطلع لي هيستامين. وفاكرين الهيستامين ده ايه؟ الهيستامين ده كانت بتطلعه الماست سيل في حالات الحساسيه والكلام ده، وليه دور مهم بالجسم يعني. تالت حاجه وهو الجلوتاميت. الجلوتاميت هو عباره عن امينو اسيد بيحصل له ديكربوكسيليشن علشان يصنع بعد كده الجاما امينو بيوتيريك اسيد، او اللي اسمه اختصاره جابا. عارفين الجابا ده ايه يا شباب؟ الجابا ده عبارة عن inhibitory neurotransmitter. يعني ايه inhibitory neurotransmitter؟ يعني النيورونز دي بتفضل شغالة واكتف كده فترة معينة، بيقول لها لا احنا مش عاوزين شغل دلوقتي، وقف الشغل بتاعي. طب وقفت الشغل بتاعها يعني بيعمل لها inhibition، تمام؟ طب يعني من تفكيركم كده، طالما هو بيعمل للنيرفس inhibition يقلل الاكتيفيتي بتاعها خالص ويعمل لها inhibition، لو نقص البي اللي بي ده او نقص الفيتامين بي 6، تفتكر ايه اللي هيحصل في النيورون؟ الاكتيفيتي بتاعها هيحصل فيها ايه؟ هتزيد ولا تقل؟ سمع حد بيقول هتزيد؟ هتزيد. طالما الاكتيفيتي بتاعه النيورون زادت، يبقى الشخص ده هيحس بايه يا شباب؟ الشخص ده هيحس بكونفولجن او تشنجات بسبب النيرفز عنده شغاله دايما، مش راضي يحصل لها انهيبيشن. الراجل ده تلاقيه في حاله تشنج، عضلاته متشنجه، الاعصاب بتاعته دايما في اكتيفيتي، فبالتالي نقص فيتامين واحد بس فيتامين بي 6 بيعمل مشاكل خطيره. كمان الدوبه، الدوبه بالديكربوكسيليشن بيتحول الى دوبامين، وعارفين الدوبامين ده ايه؟ ده نيورو ترانسميتر في البرين وليه وظائف معينه. كمان الدوبامين ده بعد كده بيتحول لادرينالين ونور ادرينالين، ودول من الامبورتنت نيورو ترانسميتر اللي موجودين عندنا. يعني من الاخر كده فيتامين بي 6 مهم جدا جدا للنيورو ترانسميتر. عاوز اقول لكم بقى معلومه هنا في النقطه دي، ايه هما الثلاثه فيتامينز بتوع النيورونز؟
بيقول لك دايما على طول 3V of neurons، الثلاث فيتامينات بتوع الأعصاب اسمهم ايه؟ 1612، فيتامين B1، فيتامين B6، وفيتامين B12. زي ما احنا درسنا الفيتامين B1 الثيامين اللي كان مهم في الاسيتايل كولين وكان مهم في المايلينيشن بتاع النيرفس، وكمان دلوقتي اخدت معايا الفيتامين B6 اللي عرفت ان انا بصنع منه نيورو ترانسميتر مهم قوي، وهتدخل وهتعرف كمان ان هو بيدخل في المايلينيشن. كمان اوعى تنسى B12 اللي كان مهم في المايلينيشن بتاع النيرفس. يبقى الثلاثة في بتوع النيورونز 1612 1 و6 و12. اي حقن في الصيدلية هتلاقي بتاعة الاعصاب دايما هتلاقي الثلاثة فيتامينز دول موجودين فيها عندك، او فيتامين B1 B6 B12، حقنة اسمها نيوروفيت في الصيدلية. وكمان عندك نيوروتون برضو موجود فيها ثيامين، موجود فيها بيرودوكسين، وموجود فيها سيانوكوبالامين اللي هو B12 B6 وB1. دول بياخدهم مرضى السكر او اي حد عنده مشكلة في الاعصاب. ليه؟ علشان مرضى السكر بيحصل عندهم حاجة اسمها ديابيتك نيوروباثي، الاعصاب بتاعتهم بتبوظ، فدايما مرضى السكر انا بمشيهم على الحقن دي لفترات معينة علشان الاعصاب بتاعتهم ما يحصلش فيها مشاكل. نكمل كده باقي الفانكشن اللي بيدخل فيها البيرودوكسال فوسفيت از كو انزيم في تفاعل كده اسمه سيرونين الدوليز رياكشن. ايه السيرونين الدوليز رياكشن ده؟ ده عبارة كده عندي امينو اسيد اسمه الثريونين، الثريونين ده بانزيم اسمه ثريونين الدوليز، ده بيكسر الثريونين ويحوله جلايسين واسيتالدهايد. يبقى ده انزيم بيحول الثريونين لاسيتالدهايد وجلايسين. يعني من الاخر كده البيرودوكسين مهم قوي في البروتين ميتابوليزم والامينو اسيد ميتابوليزم. خامس حاجة كمان ان هو بيصنع الجاما امينو ليفيولونيك اسيد، ده عبارة عن بريكيرسر اوف هيم، المادة الاولية اللي بيتصنع منها الهيم اللي بيتصنع الهيموجلوبين بتاع الار بي سيز. فبالتالي لو نقص البيرودوكسال فوسفيت او الفيتامين بي 6 هيحصل لي انيميا. ليه؟ عشان الهيموجلوبين اللي انا بكونه لكرات الدم الحمراء قل. ثالث حاجة ان هو كمان بيدخل في تصنيع النياسين من التريبتوفان. علشان التريبتوفان يتحول الى نياسين لازم استخدم ايه از كوينزايم؟ لازم استخدم الفيتامين بي 6. طب لو البي 6 ده ناقص يبقى انا هعرف اصنع النياسين من التريبتوفان؟ لا، يبقى هيقل النياسين. طب ولما يقل النياسين الحاله دي بسميها ايه؟ بسميها بلاجرا. فاكرين الناس اللي كان عندهم تيوبركلوزيس، اللي كان عندهم مرض السل، اللي كانوا بيتعالجوا بدواء اسمه ايزونايوزايد؟ فاكرين الناس دول؟ كان الايزونايوزايد ده بيمسك في الفيتامين بي 6 ويمنع امتصاصه، ما يخلوش يمتص. يبقى الناس دول كان بيجيلهم ايه؟ كان بيجيلهم فيتامين بي 6 ديفيشنسي. طب طالما جالهم فيتامين بي 6 ديفيشنسي يبقى يقدروا يصنعوا نياسين؟ لا، ما بيقدروش يصنعوا نياسين، يبقى عندهم ايه؟ بقى عندهم بلاجرا. علشان كده المرضى اللي انا بعالجهم من التيوبركلوزيس لازم اديهم فيتامين بي 6 سبليمنت. ليه؟ علشان الدواء اللي بياخدوه بيمسك في الفيتامين بي 6 وبيمنع امتصاصه. دي معلومة مهمة وممكن تيجي كيس في الامتحان. بيقول لك كمان ان فيتامين بي 6 بيشتغل ككو انزيم للانزيم اللي اسمه ايه؟ كاينيورينيز، وده انزيم مهم في عملية ايه؟ في التريبتوفان ميتابوليزم زي ما اخدنا. كمان البيرودوكسين او البيرودوكس الفوسفات مهم في تصنيع الاسفنجوزين. بصنع الاسفنجوزين دي منين؟ من السيرين والبالميتويل كو. ايه عارفين الاسفنجوزين دي بصنع بيها ايه بعد كده؟ بصنع بيها سفنجوليبيد وسفنجوميلينز اللي انا بصنع بيها المايلين شيت بتاعه النيرفس. يعني هو كمان مهم للمايلينيشن بتاع النيرفس ومهم للسيل ممبرين كمان. تامن حاجه ان هو كمان مهم للانزيم اللي اسمه جلايكوجين فوسفوريز، بيشتغل ككو انزيم ليه. فاكرين الانزيم ده بيعمل ايه؟ الانزيم ده كان بيعمل جلايكوجينولايسيس، كان بيكسر الجلايكوجين يعني بيطلع طاقه. فبالتالي لو نقص الفيتامين بي 6 الانرجي برودكشن هتتاثر. الديفيشنسي عرفنا هو بينقص ليه، عشان قلت لكم ان مرضى السل بياخدوا دواء اسمه ايزونايوسايد بيمسك في الفيتامين بي 6 بيمنع امتصاصه. المرضى دول معرضين يجيلهم بلاجرا، فلازم اديهم فيتامين بي 6 سبليمنت. طب لو نقص بقى الفيتامين ده ايه اللي هيحصل؟ والله بما ان حضرتك قلت لي انه مهم للنيورو ترانسميتر وقلت لي حاجات ياما، قلت لي الدوبا والدوبامين والجابا والسيروتونين وكل ده، بس المهم عندي الجابا. الجابا ده انهبيتور نيورو ترانسميتر، يعني
بيعمل انهيبيشن للنيرف امبلس، فبالتالي لو انا نقصته ايه اللي هيحصل؟ النيرفز دي هتفضل شغاله على طول. شغاله على طول معناها ايه؟ معناها كونفالجنز على طول، تشنجات. كمان المهم بما ان هو مهم للنيورو ترانسميتر، فنقصه هيعمل ايه؟ هيعمل بريفرال نيورو، الاعصاب الطرفيه. الشخص ده هيحس بتنميل في اطرافه زي مرضى السكر، اسمه ايه؟ بريفرال نيوروباثي. كمان بما انه مهم للهيم بايو سينثيز، تصنيع الهيم، فكمان الديفيشنسي بتاعه هيحصل ايه؟ هيحصل لي انيميا. طب حد شاطر كده يقول لي ايه اللي نوع الانيميا؟ هتبقى مايكرو سيتيك هايبوكروميك انيميا، علشان كميه الهيموجلوبين قليله. وبكده نكون خلصنا فيتامين بي 6. كده نكون خلصنا. ثانك يو يا شباب، لو حد عنده سؤال او عنده اي استفسار اكتبه لنا ان شاء الله هنرد عليه. بالتوفيق يا رب.